السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح ينور طريقكم والله يديم إن شاء الله دوم قلب حنون يدعي لكم. وأحلى تحيات صباحية لزملائي غادة وهاشم. صباحكم ورد إن شاء الله. يسعد صباحك عبد الرضا. صباح البرد والورد لكم ولعيونكم مشاهدين. اليوم الجو بارد جدا، درجة الحرارة وأنا طالعة في الدرب كانت 7 وزادت شويون وصلت 8، وشكل البرد راح يصير بزيادة ودرجات الحرارة راح تنزل أكثر، واكيد هذه المعلومات كلها راح تكون بعد شوي بالدرس. بس صباحك ورد هاشم. صباحك بالخير غاده، وصبحكم بالخير. وهذا احنا معاكم في برنامج صباح الخير يا كويت بهذه الاجواء الجميله البارده الشتويه الايجابيه، واحنا دائما نعول على الايجابيه ونقول خلوا يومكم دائما يبتدي بجمله او بكلمه ايجابيه عشان تقدرون انتم تمشون في هذا اليوم وتنجزون وتكونون من الناس الجميلين اللي على محياهم ابتسامه ومنجزين ورائعين يسمون في سماء دوله الكويت. دائما الخميس ان شاء الله بتكون في ايجابيه، خصوصا احنا مقبلين على اصلا هذا الاسبوع مثل ما قالت غاده اجواء بارده جدا، وبالتالي اكيد راح يحلى البر مع انخفاض درجات الحراره. ومثل ما قلت فعلا زميلنا اسامه يمكن راح يعطينا تفاصيل اكثر. نقول له صباحك الله بالخير اسامه، ويا ترى شنو احوال الجو في عطله نهايه الاسبوع؟ صباح الخير عبد الرضا، وصباح الخير غاده، وصباح الخير هاشم، ونصبح بالخير على مشاهدينا الكرام. طبعا تاثرنا بجبهه هوائيه بارده، ومستمر الجبهه الهوائيه البارده بتقدم كتله هوائيه بارده قطبيه، وتاثرنا في انخفاض درجات الحراره بشكل ملحوظ. الفرق ما بين يوم الامس واليوم ايضا بالفعل اجواء بارده اليوم الصبح، وراح يستمر البرد في الايام المقبله. المزيد من تفاصيل مشاهدينا عن حاله الطقس اليوم وفي الايام المقبله وفي عطله نهايه الاسبوع بعد الفاصل. أجدد لكم التحية مرة ثانية مشاهدينا مع حالة الطقس المتوقعة اليوم وفي عطلة نهاية الأسبوع. حاليا درجة الحرارة في مدينة الكويت تصل إلى 10 درجات مئوية، لكن على بعض المناطق خاصة المناطق البرية وأيضا في مطار الكويت وصلت درجة الحرارة إلى 5 درجات مئوية. نلاحظ من الصور الخارجية الحالية الهدوء النسبي في سرعة الهواء أول الصبح، لكن متوقع أن الجو راح يكون معتدل والهواء أيضا راح يكون معتدل خلال فترة النهار. أيضا بعض السحب العالية خلال فترة النهار متوقع، لكن حاليا الأجواء صافية وأيضا الجو بارد أول الصبح، وراح يستمر البرد مع ارتفاع العظمى إلى بحدود 17 درجة مئوية مع تقدم الجبهة الهوائية الباردة. مثل ما نشوف بالصورة الخارجية البحر أيضا خفيف الموج، لكن راح يكون معتدل الموج أثناء فترة النهار. بالنسبة للرطوبة النسبية حاليا تصل بحدود 61%، وسرعة الهواء حاليا بحدود 6 كيلومترات في الساعة، والرؤية الأفقية مثل ما شفناها قبل شوي بالصورة الحية كانت أكثر من 10 كيلومتر. بالنسبة للطقس اليوم متوقع بإذن الله تعالى الأجواء راح تكون باردة وطقس بارد مع ارتفاع العظمى إلى 17 درجة مئوية، والهواء راح يكون شمالي غربي وتتراوح سرعته من 15 إلى 35 كيلومتر في الساعة مع بعض السحب العالية المتفرقة. أثناء فترة الليل والمساء الأجواء راح تكون شديدة البرودة خاصة على المناطق البرية، لكن في مدينة الكويت وضواحيها تصل الصغرى وتنخفض إلى 8 درجات مئوية مع هواء شمالي غربي وتتراوح سرعتها من 10 إلى 22 كيلومتر في الساعة. بالنسبة للبحر راح يكون معتدل الموج بشكل عام وارتفاع الأمواج من 2 إلى 5 أقدام. المد الأول الساعة 11:40 دقيقة الظهر، والمد الثاني الساعة 10:35 مساء. الجزر الأول الساعة 4:30 مساء، والثاني الساعة 6:15 باكر الفجر. بالنسبة للمواقيت غروب الشمس اليوم بإذن الله تعالى الساعة 5:18 دقيقة الفجر، الساعة 5:19 دقيقة، وشروق الشمس غدا الساعة 6:41 دقيقة. بالنسبة للطقس المتوقع في عطلة نهاية الأسبوع وفي الأيام القادمة مع تأثرنا بكتلة هوائية باردة راح يستمر الجو بارد غدا في عطلة نهاية الأسبوع. في يوم الجمعة الجو راح يكون غائم جزئيا، والهواء راح يكون جنوبي شرقي معتدل إلى نشط السرعة. متوقع يكون في نشاط في سرعة الهواء، تتراوح سرعة الهواء من 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة، العظمى راح تصل إلى 18 درجة مئوية، والصغرى تنخفض بحدود 7 إلى 6 درجات مئوية. وفي يوم السبت أيضا يتحول الهواء مرة ثانية إلى شمالي غربي، راح يكون معتدل إلى نشط السرعة من 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة، العظمى راح تصل إلى 14 درجة مئوية،
والصغرى راح تنخفض بحدود 3 إلى 4 درجات مئوية، فالأجواء راح تكون شديدة البرودة في يوم السبت، كذلك في يوم الأحد مع بداية الأسبوع القادم الأجواء راح تكون شديدة البرودة مع ارتفاع العظمى إلى 15 أو بحدود 16 درجة مئوية، والصغرى تنخفض بحدود 7 إلى 8 درجات مئوية، لكن مع النشاط في سرعة الهواء راح يكون الإحساس بالبرد أكثر خاصة أثناء فترة الليل والمساء. مشاهدينا شكرا للمتابعة، والآن عودة إلى الزملاء لتكملة باقي فقرات صباح الخير يا كويت. صباحكم خير مرة ثانية، احنا معاكم باستديو صباح الخير الكويت. والجميل بالموضوع يمكن قبل ساعة بس افتتحوا الجسر الرابط ما بين منطقتي صباح السالم ومشرف، اللي هو طبعا المرحلة الأولى من مشروع إنشاء وإنجاز صيانة شارع الغوص على الدائري السادس، فيعطيهم ألف عافية، وبالتالي أكيد طبعا راح تسهل حركة المرور هناك. واليوم يوم الخميس، وبالتالي يعني إن شاء الله واحنا رايحين إلى دواماتنا ندير بالنا شوي أكثر على الطرقات. أيضا حركة السيارات في شوارع دولة الكويت إن شاء الله راح يوافينا فيها المقدم عثمان محمد غريب من الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية. صباح الخير مقدم عثمان، ويا ترى كيف حركة السيارات في شوارع دولة الكويت؟ مثل ما قلنا احنا اليوم يوم الخميس وعطلة نهاية الأسبوع إن شاء الله، يعني نتمنى السلامة للجميع. صباحك الله بالخير أخوي عبد الرضا، نشكرك على النقطة الأولى اللي ذكرتها في بداية فقرتنا، فقرة الجسر الواقع ما بين مشرف وصباح السالم. وقبل أتكلم عنه أيضا أصبح على جميع المشاهدين والزملاء داخل الاستديو، ونتمنى لهم إن شاء الله نقول عطلة نهاية الأسبوع موفق إن شاء الله. اليوم بداية عطلة نهاية الأسبوع، وأيضا الحديث متنوع في هذا الجانب، الجانب المروري. بالنسبة أول شيء للموقع اللي ذكرته، الجسر اللي هو ما بين منطقة صباح السالم ومشرف، طبعا ضمن مشروع الجسور الموجودة على شارع الغوص، وطبعا هذا مهم جدا لمرتادين هذا الموقع اللي هو يربط ما بين منطقة صباح السالم ومشرف، وسهل الحركة المرورية، وراح يسهل أكثر لأن المستخدمين الطريق في الفترة السابقة قاعد ينزل على السادس ويأخذ فوق تحت ويرجع يكمل دربه بمشرف والمناطق الأخرى. فبالتالي اليوم راح يكون هناك انسيابية أكثر، وإن شاء الله طبعا هذا المشروع ينتهي تماما، اللي راح يسهل كثير على أخواننا قائدي المركبات، وراح يكون طبعا طريق موازي لطريق فحيحيل السريع وطريق الملك فهد. أما بالنسبة للحركة المرورية اليوم، يمكن أخونا مخرجنا الخارجي التصوير الخارجي عنده حمد السهلي قاعد يعطينا منظر لموقع حيوي تقاطع المسيلة وجسر فحيحيل والسادس. وإذا بنتكلم عن السادس، تشوفون قدامكم الانسيابية موجودة، ولكن يمين منطقة الضجيج باتجاه المسيلة في حادث مروري، والكثافة نقول بسيطة نظرا لمرتادين هذا الطريق، أقل كثافة تزامنا مع عطلة الربيع، وعطلة الربيع شوي تقل فيها الحركة المرورية. لكن بالنسبة مشاهدينا لموضوع الآخر اللي هو الخاص في الشوارع اللي هو طريق الدائر السابع وطريق السابع بالتحديد، يحتاج أن نوضح له خاصة أنه يربط ما بين أكثر من موقع، يربط ما بين أكثر من محافظة، عليه أعمال تطوير، عليه أعمال صيانة، عليه أيضا مسارات مؤقتة وسرعات محددة. نتمنى من أخواننا طبعا في مستخدمي هذا الطريق الانتباه، وخاصة أن هذا الطريق في يمكن أعمال قاعد تسبب في حوادث عديدة.
بالنسبة للحركة في طريق فيحل السريع، طريق فيحل السريع ما فيه كثافة تذكر باستثناء مدخل الدار الرابع. بالنسبة لإخواننا مستخدمين طريق الملك فهد، طريق الملك فهد بالوقت الحالي مدخل الدائر السادس عليه كثافة مرورية شوي اللي هو بطيئة جدا، ولا بعدها ترجع الانسيابية. نقول لأن الدائر السادس يمكن وضحنا للموقع اللي هو يمين الضجيج في حادث مروري. بالنسبة لإخواننا مستخدمين طريق مهم جدا هو طريق الشيخ زايد وهو طريق الدائر الخامس سابقا يمين منطقة السالمية وحتى الجابرية الكثافة المرورية وبعدها ترجع الانسيابية. مشاهدينا يمكن شارع الخليج ما فيه كثافة تذكر، حركة طبيعية جدا. الدائر الرابع ما بين منطقة الجابرية وحولي الكثافة موجودة بموقعين، لكن الكثافة اللي ذكرتها ما هي كثافة، يمكن بطء بالحركة وبعدها ترجع الانسيابية. يعني كل الشوارع لله الحمد يعني اللي يطلع ورايح متجه لدوامه لأي مشوار يوصل إن شاء الله بالسلامة. ولكن تبقى رسالتنا لقائد المركبة ضرورة انتباهها، ضرورة التزامها، ضرورة عدم استخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة. ونأكد لكم مشاهدينا أن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني مستمرة مع وزارة الإعلام من أجل توجيه الرسالة الأمنية والمرورية والإنسانية. ولكن اليوم بما أن عطلة نهاية الأسبوع يمكن رسالتنا لجميع أخواننا مستخدمي الطريق شمال جنوب البلاد ضرورة الانتباه، ضرورة الالتزام. نأكد نقول أن هناك نظام البوينت تو بوينت، المسافة والزمن اللي هو يقيس السرعة والمدة، فبالتالي يحتاج التزامهم. كذلك أيضا الكاميرات المتنقلة موجودة في شمال جنوب البلاد ورادار عمليات المرور موجود من أجل طبعا ضبط الحركة المرورية وضمان سلامة مرتادي الطريق. يمكن نذكر هذه النقطة مو علشان نقول أن يعني إحنا نبي نخالف ولا وزارة الداخلية موجودين عشان يخالفون، لا، احنا نقول القانون يطبق على مخالفين السرعة، ولكن لا تخرب عطلتك في حجز مركبتك واتخاذ اجراءات قانونية وروتينها غير الروتين يعني يوم الخميس، فبالتالي ممكن تتأجل اجراءاتك الى يوم السبت ويسحبون سيارتك، فلا تخرب اجازتك وناستك. كذلك ايضا نوصي مرتادين البر بضرورة الانتباه والالتزام وعدم ترك، بما أن الجو بارد، عدم ترك الدواء والفحم في الخيمة وينامون، لأن حالات الاختناق تعددت في الفترات السابقة، لذلك نتمنى الانتباه على هذا الجانب. والحديث كثير في عطلة نهاية الأسبوع، ولكن نتمنى دائما السلامة للجميع ونتمنى وصول جميع وجهاتهم، وعطلة نهاية الأسبوع موفقة إن شاء الله يا رب، والله يحفظ الجميع. نشكركم على المتابعة ونستكمل معاكم باقي فقرات برنامج صباح الخير كويت مع الزملاء داخل الاستديو. حياكم الله من جديد، بنروح معاكم لأبرز عناوين صحفنا المحلية لهذا اليوم. نبدأها بالجريدة. الصحة 40% نسبة السمنة لدى الأطفال والمراهقين. كشف رئيس قسم الجراحة في مستشفى جابر الأحمد ورئيس جمعية الجراحين الكويتية الدكتور سلمان الصباح أن نسبة السمنة لدى الأطفال والمراهقين في الكويت تزيد عن 40% وفقا لدراسات أجراها البنك الدولي على الأطفال والمراهقين من عمر سنتين حتى 18 سنة، معلن إطلاق حملة وطنية لمجابهة السمنة لدى الأطفال والمراهقين في البلاد. نروح للكويتية. ملتقى الوقف الجعفري نشاط رئيسي بالأمانة العامة للأوقاف. قال الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الكويتية محمد الجلاهمة أن ملتقى الوقف الجعفري أحد الأنشطة الرئيسية اللي تقوم فيها الأمانة من خلال إدارة الوقف الجعفري لتقديم تجاربها السنوية في العمل الوقفي، مضيف أن الملتقى الذي تنظمه إدارة الوقف الجعفري سيسعى إلى توجيه الاهتمام لعملية بناء المواطن وفق قيم ومعايير المواطنة الصالحة كمفهوم تربوي سليم. نروح للأنباء. 27% نسبة إنجاز مشروع T2. كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهزي عن أن نسبة الإنجاز في مشروع توسعة مطار الكويت مبنى الركاب رقم 2 بلغت 27%، مشير إلى أن نسبة الإنجاز في المرحلة التنفيذية بلغت نحو 19% من أصل 70% المرحلة التنفيذية، لافتا إلى أن نسبة الإنفاق بلغت 36% من السنة المالية الحالية.
الوسطى ايش قالت؟ المجلس الوطني للثقافة يعلن الفائزين بمعرض الشباب التشكيلي. أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكويتي الفائزين بالدورة 11 لمعرض الشباب التشكيلي المقام ضمن مهرجان لجرين الثقافي 26. وقال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الدكتور بدر الدويش على هامش افتتاح المعرض المقام في قاعة معجب الدوسري بمركز عبد العزيز حسين الثقافي إن 10 شباب حازوا لقب الدورة الحالية للمعرض من أصل 58 مشاركة فيه ب 82 عمل فني. كانت هذه مجموعة من المنشطات، ما عليكم تروحوا للتفاصيل في الصحف الزميلة. أكيد كويت ترند عندهم كل شيء ترند وفق معايير يختارها هذا الجروب المتميز في صباح الخير كويت. بنروح حق زينب ومحمد بعد شوي، فلا تبعدون. أسعد الله صباحكم مشاهدينا، وحياكم الله بجولتنا اليومية بين صفحات التواصل الاجتماعي وأهم وآخر الأخبار بتشوفونها معانا في كويت ترندز. والبداية معك محمد، صباح الخير. صباح الخير زينب، أسعد الله صباحكم مشاهدينا. راح نبلش أكيد بأول خبر مع انطلاق ملتقى الوقف الجعفري التاسع برعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وتحت شعار ثقافة الوقف والتنمية المجتمعية. نشوف معكم التفاصيل من خلال تغريدة حساب وزارة الإعلام بتويتر. تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، نظمت الأمانة العامة للأوقاف مؤتمر صحفي للإعلان عن انطلاقة ملتقى الوقف الجعفري التاسع بعنوان ثقافة الوقف والتنمية المجتمعية خلال الفترة من 26 ولغاية 27 من يناير لعام 2020، وتغريدة من حساب وزارة الإعلام وتحت هاشتاغات عديدة ومنها ملتقى الوقف الجعفري. وبالتأكيد الملتقى يكتسب أهمية شرفية كبيرة لرعاية ودعم سموه الدائم حفظه الله ورعاه لأنشطة الوقف عموما في الكويت. مشاهدينا، الاهتمام بالشباب وتنمية مهاراتهم من أهم أهداف الهيئة العامة للشباب، ومن هذا المنطلق قامت الهيئة بعمل فعالية موسيقية بعنوان ضروب، واللي تندرج تحت سلسلة حكاية موسيقى، وأقيمت بأكاديمية الفنون والإعلام والشباب. تابعوا معنا. تشرفت اليوم دعوة أكاديمية الفنون والإعلام للشباب، دعوتهم لي في تدشين الملتقى الحواري. اليوم أنا كنت في أول ليلة في حكاية موسيقى، تكلمنا عن الإيقاعات الكويتية، تكلمنا عن مشاركاتي في مع الأوركسترات العالمية، وكذلك تكلمنا عن ألبوم ضروب اللي أصدرته في 2016 ووثقت فيه الإيقاعات الكويتية كلها. جهدهم أكيد واضح، واللي حاب يشارك في باجي الحكايات نذكركم بأنها مستمرة وتقدرون تطلعون عليها عبر الموقع الرسمي. وإلى المحطة الأمنية ونقطة التفتيش وتصدي لجميع محاولات التهريب، إيمانا بالمسؤولية الوطنية تتجه جمارك الكويت لإتلاف كميات ضخمة من البضائع المقلدة تم ضبطها في حاوية بميناء الشعيبة تحمل أسماء ماركات عالمية مقلدة. نشوف معاكم التفاصيل. We'll be right back.
عساهم على القوة، وبالتأكيد حماية الوطن وسلامته مسؤولية الجميع. ومن الجمارك إلى وزارة التربية، وتحديدا مع المنتدى التاسع لشابات دول مجلس التعاون الخليجي اللي انطلق تحت شعار مسيرتنا الخليجية في جمعية المرشدات الكويتية. تابعوا معنا. منتدى أكيد مهم يصقل مهارة المشاركات ويؤكد على أهمية الحركة الكشفية في دول الخليج. ننتقل معكم للهيئة العامة للبيئة اللي نفذت مشروع يهدف للتعرف على أنماط هجرة الطيور وبيئاتها وطبيعة المناخ للمناطق اللي تمر عليها والصعوبات اللي تواجهها خلال فترة الهجرة. نشوف معكم التفاصيل. مشروع متميز أكيد، ونشكر جميع القائمين عليه. وإلى محطة الإنجازات، ومعنا إنجاز رياضي جديد حققه أبطال الكويتيين أثبتوا قدراتهم وحرفيتهم عبر أدائهم المبهر اللي أهلهم لحصد مركز وجائزة مرموقة في إحدى البطولات الدولية. خلنا نتعرف معاكم على الفائزين والبطولة من خلال هذه التغريدة. تهنئ الهيئة العامة للرياضة أبطال المبارزة الكويتية عبد الوهاب الموسوي بإحراز الميدالية الذهبية وعلي النصار بإحراز البرونزية في منافسات الفلوري للناشئين بالبطولة العربية المقامة في البحرين. وكانت هذه التغريدة من حساب الهيئة العامة للرياضة في تويتر وتحت هاشتاغ فخر الكويت والهيئة العامة للرياضة. أكيد لازلنا نشوف التغريدة لهؤلاء الأبطال اللي حرزوا أكيد على الميدالية الذهبية وأيضا البرونزية. وإحنا بدورنا نبارك لأبطال المبارزة ونقول لهم فالكم المراكز الأولية دائما. وإلى حساب موطني في تويتر لنشر خبر عن إنجاز جماعي لفريق ووريورز ريسينج تيم في الجولة الثالثة لسباق دراج ريس الثاني، وأكيد هالنتائج كانت بعد منافسة قوية. نشوف معكم. حقق فريق ووريورز ريسينج تيم في الجولة الثالثة لسباق السرعة دراج ريس المركز الثاني في فئة 9.5 اندكس بقيادة فهد الخواري، والمركز الثالث في فئة 4.5 اندكس بقيادة عبد الله الحاتم. وتأهل كل من عبد الله العقاب إلى دور الثمانية وخروجه من البطولة بسبب خلل فني، وتأهل محمد جابر إلى دور الثمانية فئة 9.5 اندكس ممثلين النادي الكويتي للسيارات والدراجات الآلية ونادي باسل الصباح. تأهلكم فخر لكل كويتي ودائما بأعلى المراتب يا رب. أما محطتنا الطبية لليوم بتكون مع طبيب الأسنان دكتور علي نظر اللي طل علينا من خلال فيديو بحسابه على الانستغرام ومجموعة نصائح ومعلومات مفيدة عن تسوس الأسنان. تابع معنا الفيديو. تسوس لازم نعالجه في أكثر من طبقة بضرس الإنسان. الطبقة اللي برا هي طبقة المينا اللي داخل طبقة العاج. التسوس بمراحل الأولية إذا كان بس بطبقة المينا للحين مواصل لطبقة العاج، وإذا ما كان مسوي خرم بالضرس غالباً ما رح نحتاج أن نشيله ونحط حشوة مكانه. غالباً بالاهتمام بتنظيف الأسنان، استخدام الخيط، وساعات طبيب الأسنان ممكن يوصف لكم معاجين معينة
أو غسول معين ويشوفها بعد فترة، وساعات تتعالج بروحها الضرس، ممكن يعيد بناء نفسه بنفسه من غير ما نسوي حشوة. بس إذا وصل التسوس لداخل الضرس أو سوى خرم بالضرس، هني لازم نسوي حشوة. فعشان كذي المراجعة الدورية لطبيب الأسنان مهمة، عشان يكشف على أسنانكم ويشوف إذا كان في تسوسات بدايتها يحاول يعالجها قبل لا تضطرون تسوون حشوات أو علاج للعصب. يعطيك العافية الدكتور علي، وبانتظار المزيد من المعلومات القيمة، ختام الجولة بيكون مع مقطع فيديو لأبطال تعلمنا منهم معنى الإنجاز والتحدي وقوة الإرادة اللي أهلتهم لحصد إنجازات ملموسة وغير مسبوقة، ارفعوا من خلالها اسم وعلم وطنهم الكويت عالي في جميع المحافل. نشوف معكم. زحمة وفي وسطها ناس تكسر حاجز، وتحقق هدف رغم ظروف، تجري وتحقق الطموح، وبالعاب القوة لهم إنجاز، هم أصحاب الهمم، فخر للكويت. إنجازات مشرفة، وبالفعل هم فخر للكويت وأهلها. مشاهدينا وصلنا معكم لختام جولتنا، ونترككم مع باقي فقرات صباح الخير يا كويت، تابعونا مع الزملاء. شكرا للزملاء زينب ومحمد على هذه الجولة السريعة في وسائل التواصل الاجتماعي. يمكن قبل شوي زميلنا أسامة المدن في النشرة الجوية قال بأن الجو راح يكون بارد في عطلة نهاية الأسبوع، وغادة قالت بأن داشين على برد حيل، فالظاهر هذا الموضوع يعني يمكن يبي له تفصيل شوي أكثر من كذي. دخلنا أسامة مرة ثانية معنا، صباحك الله بالخير. صباح الخير عبد الرضا، صباح عليكم الخير زملائي، وجد تحية مرة ثانية حق مشاهدينا الكرام. جبهة هوائية وهواء شذي شدت بالهواء، شنو شو السالفة؟ اي صحيح طبعا، هو كمصطلح هذا الجبهة الهوائية الباردة هو من المصطلحات، انه هو دائما في كتل هوائية تكون الكتلة الهوائية الدافئة والكتلة الهوائية الباردة. حاليا بالوقت هذا احنا نتأثر في الكتلة الهوائية الباردة مع تقدمها، ولاحظنا احنا يوم الامس كان الجو ادفى من اليوم كثير يعني. صحيح. فالجبهة الهوائية الباردة تكون هي الحد الفاصل بين الكتلتين الباردة والدافئة، فمع تقدمها تبدا التقلبات الجوية ونشاط سرعة الهواء، وكذلك ايضا يعني الغيوم، ومع تقدم الجبهة أكثر راح نحس بالبرد أكثر. فخلال عطلة نهاية الأسبوع هذا راح نتأثر فيه، اللي هو الجبهة الهوائية الباردة والكتلة الهوائية الباردة القطبية، اللي راح تخلي درجات الحرارة تنخفض بشكل ملحوظ في عطلة نهاية الأسبوع. يمكن لاحظنا أسامة درجات الحرارة قاعد تنزل من البارح بالليل، واليوم الفير احنا اللي طلعتنا خمسة، والحين يعني يمكن وصلت سبعة. صحيح. يومين أو كذي، بس قاعد تنزل درجات الحرارة، في درجة الحرارة المحسوسة. صحيح. هذا شلون الواحد يقايسها؟ طبعا درجة الحرارة المحسوسة دائما في الأرصاد الجوية احنا نقيسها على حسب سرعة الهواء، يعني درجة الحرارة الفعلية المسجلة على سبيل المثال خلينا نقول ان درجة الحرارة بحدود 5 إلى 10 درجات مئوية، لكن مع النشاط في سرعة الهواء، وكل ما صارت سرعة الهواء يعني أنشط والهواء تارس، يكون الإحساس في البرد أكثر. فتكون درجة الحرارة المحسوسة أقل من درجة الحرارة الفعلية، وهذا اللي ايضا راح يخلي يعني الاحساس في البرد اكثر في عطله نهايه الاسبوع. والهواء اصلا بكره راح يزيد صح؟ راح يكون في نشاط يعني في عطله نهايه الاسبوع، انه راح توصل او الهواء سرعتها توصل الى 45 كم في الساعه. وايد. فمع درجات الحراره منخفضه بسبب الجبهه الهوائيه البارده، راح يكون الاحساس في البرد اكثر في عطله نهايه الاسبوع، خاصه بيطلعون البر يعني ياخذون احتياطهم من انخفاض في درجات الحراره اللي راح يكون ملحوظ. خذ دفايتك وياك على الهاشم وانت رايح. الدفايه، سالفه الدفايه عاد سالفه طويله ومطوله، فنبيك تشرح لنا. يمكن صار في لغط كثير خاصه على انواع الدفايات، زين شنو اللي نستخدمه وشنو اللي ما نستخدمه. يمكن انا احد الناس اللي ذاك اليوم مكتبي بغى يولع عليه والسبه دفايه،
فسالفة الدفايات بمساعد وشنو اللي نستخدمه وشنو اللي ما نستخدمه؟ وأتمنى طبعا خاصة الحين الفترة هذه، إحنا فترة طويلة البرد، ما يعني ما يعني شعرنا بالبرد مثل اللي راح نحس فيه بالعطلة نهاية الأسبوع، فاحتاج شوية إن توعية، إن اهتمام بالوسائل التدفئة، أيضا التنبيه على العمالة اللي بالمنزل إن هم ينتبهون على يعني التدفئة، وأيضا إن يبتعدون عن استخدام الفحم داخل المناطق المغلقة، أيضا اللي راح يطلعون المخيمات البر أيضا يأخذون انتباههم ويأخذون حذرهم من استخدام الفحم مع وجود الأطفال وكذا. فالأمور هذه خاصة مع البرد الدواء والفحم أسامة لازم موجودين بالمخيم، فشلون المفروض الواحد يعني يدير باله بحيث أنه ما يتأثر؟ التهوية تكون مناسبة أيضا، يعني الحواجز تكون موجودة علشان أنه يعني الأطفال ما يقربون من الفحم، الواحد يكون منتبه على الأمور هذه أكثر ويكون حريص. احنا نسمع دائما يعني كل سنه ان تصير في حوادث بسبب يعني تدفئه وحوادث اختناق، فيعني نرجو السلام للجميع ان شاء الله، خاصه مع وجود البرد ان هم ياخذون حذرهم وينتبهون حق الامور هذه، خاصه مع وجود البرد واستخدام وسائل تدفئه. يعني ان شاء الله يستمر البرد شويه فتره طويله ولا بيومين ثلاثه؟ لا باذن الله راح يكون يعني مستمر في الفتره هذه اللي هي يعني يمتد الى اسبوع، تتراوح درجات الحراره ما بين يعني 14 15 درجه مئويه، وبالليل تنخفض الى يعني بحدود 3 درجات الى 4 درجات مئويه. تمام. عيال من البر ان شاء الله راح نوديكم الى يمكن زلمسي وسالزبورغ، كثير من الكويتيين يحبون يصطفون هناك، وايضا طبعا اللي يمكن ما راح اكيد سامع عنها لانها منطقه جدا مشهوره هناك في قمه كابرون اللي هي من اهم الاماكن السياحيه في كابرون النمسا، ترتفع 3000 متر عن سطح الارض، تغطيها الثلوج بشكل دائم، يعني مو بس بالشتاء حتى بالصيف السياح لما يروحون هناك يستانسون، ان يعني اللي يحبون تزلج يمارسون هذه الرياضه مثل ما قلنا حتى في فصل الصيف. وعلى فكره لما تروحون هناك يعني حتى كتيب باللغه العربيه موجود، بالتالي طبعا كل المعلومات موجوده عن هذا الموضوع، واكيد احنا راح نعطيكم معلومات اكثر عن قمه كابرون في النمسا من خلال التغريده التالي، كونوا معنا. قمه كابرون الثلجيه تقع في جبل كاتشتاينهورن، وهو أشهر جبال زلمسي وكابرون، حيث يصل ارتفاع قمته إلى حوالي 3029 متر، وهي أعلى قمة في ولاية سالزبورغ. والقمة عبارة عن 3 مراحل تصعد لها بالتلفريك. تعتبر قمة كابرون الثلجية من أشهر منحدرات التزلج في مدينة كابرون، ومن أكثر وجهات النمسا السياحية زيارة، كما تم إضافة بعض النشاطات الجذابة التي زادت من شهرة القمة الثلجية في كابرون، مثل تلفريك كابرون الغني عن التعريف. ويضم جبل كابرون في يومنا هذا منحدرات جليدية واسعة ومجموعة كبيرة ومتنوعة من مسارات التزلج والمتنزهات الثلجية وغيرها الكثير من وسائل الترفيه والمتعة. وتعد مرتفعات كابرون من أجمل وأفضل الأماكن التي يرتادها محبي التسلق والمشي الجبلي وفي الأحراش والثلوج ولمحبي فن التصوير البانورامي، كما تضم قمة كابرون العديد من المطاعم والمقاهي والمحلات التي تبيع العديد من احتياجات التزلج والتذكارات، كما تضم الأكواخ المريحة. Thank you.
كثر الحديث في الآونة الأخيرة حول موضوع إيجارات العقارات السكنية والاستثمارية، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على التأجير وارتفاع قيمة الإيجار في مختلف مناطق الكويت. هذا فضلاً طبعاً عن ارتفاع عدد القضايا اللي للأسف تشهدها المحاكم الكويتية فيما يتعلق بالنزاعات المتزايدة بين الملاك والمؤجرين. وكيد سمعت عن الكلام هاشم. أكيد، وناهيك عن المشاكل اللي قاعدة تصير بين المؤجر والمستأجر، وعشان نسلط الضوء أكثر وأكثر على هذه القضية اللي أصبحت تهم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين. يسعدنا أن تكون معنا اليوم المحامية حياة المهدي. حياة الله معنا، منورتنا ومشرفتنا. الله يحييك. الله يسلمك. هلا فيك. الله يسلمك. راح نستهل هذا اللقاء إن شاء الله، لكن بعد هذا التقرير خلكم معنا. تعتمد الثقافة القانونية على مجموعة من القواعد التي يجب أن يدركها الإنسان ويحرص على تطبيقها في المجالات الخاصة بها، كما تساهم في جعل الأفراد يحرصون على التقيد بالقواعد القانونية وتحافظ على المجتمعات عن طريق نشر القوانين داخلها. ومن هذه الالتزامات عقد الإيجار بين المالك والمؤجر، وهي من العقود الخاصة المهمة والملزمة والأكثر تداولاً بين الأشخاص، ولذلك أولته التشريعات أهمية خاصة، وهو من أكثر العقود التي فيها منازعات أمام المحاكم المدنية. فالمنازعات بين المؤجر والمستأجر هي المرآة العاكسة للتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الأخلاقية التي تحدث في المجتمع. قلنا بنسولف هاللقاء عن الأجارات والنزاعات اللي تصير للأسف، ورح نبدأ من مرسوم القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن الإيجارات. أستاذة حياة الله، طبعاً نبي نعرف أبرز مواد هذا القانون ويعني مدى أهميته في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. أول شيء لازم نعرف بداية أن هذا القانون وجد، قانون رقم 35 لسنة 1978 وجد بالبداية فقط عشان يكمل القانون المدني. فالأصل هو كان القانون المدني هو اللي نرجع فيه حق القواعد الاستثنائية مثلا. هو حدد القانون رقم 35 العقد بين المؤجر والمستأجر، ولكن أي شيء يكون مداخل بهذا القانون احنا نرجع فيه للقانون المدني مثل ما قلت بالبداية. فإذا كان في شروط جوهرية مثلا تحول العقد الإيجار إلى عقد استثماري، هنا نرجع فيها القانون المدني. ممتاز. إنزين، لو نتكلم عن أهم المعلومات اللي ينبغي على المؤجر أن يتعرف عليها قبل لا يوقع على عقد الإيجار. هناك عقود يعني سواء كانت عقود عمل أو عقود إيجار أو غيرها تسمى، إن ما خاب ظني، بعقود إذعان أو شيء كذي. اللي تكون عقود مذعنة إنزين وتهد حيل المؤجر على سبيل المثال. فشنو أهم المعلومات أستاذ حياة ينبغي على المؤجر أن يعرفها قبل لا يشخط الورقة؟ بداية أستاذ، المؤجر هو عنده وايد حقوق وواجبات. يعني هو في بين المؤجر والمستأجر التزامات بين الطرفين، يعني كل واحد يكون عنده حقوق بالمقابل بنفس الوقت عنده واجبات. فهو مضطر مثلا أنه يدفع الأجرة بالمقابل هو ينتفع بالعين المستأجرة هذه. ففي شروط أساسية أوجدها القانون رقم 35 تحدد العلاقة بين الطرفين وتنظمها بصورة بسيطة يعني وسهلة. جميل، ممتاز. للأسف طبعا نحن نشوف بعض الشركات العقارية تخالف أحيانا شروط وزارة التجارة والعدل. أستاذة، شنو هي أشهر التلاعبات اللي ممكن يعني تتم في بنود العقد، وشلون يعني وإذا طاح فيها مثلا المستأجر شنو يسوي؟ هو ما في يعني ما في نصب أو احتيال من الشركات العقارية، كثر ما هم مرات يحولون العقد نفس ما قلت لكم بالبداية من عقد إيجار عادي بين طرفين ويكون بسيط وسلس إلى عقد استثماري. العقد الاستثماري يكون فيه شروط جوهرية يعني واضحة، مثلا يكون المبلغ وايد مبالغ فيه، مو نفس أجرة المثل. أو مثلا في مرات في أحيان معينة مثلا إحنا نشوف أن مثلا ما يعطون حق البناية نفسها ترخيص مثلا بمزاولة المهنة، رغم أنه هو يبين لك المكتب العقاري أنه لا فعلا هذه البناية مرخصة. بالمقابل لما يجي المستأجر يبي يمارس المهنة يلقى مثلا ما فيها ترخيص من البلدية أو ما فيها ترخيص أنه يزاول مهنته.
طبعا هذه الأغلاط تكون من الشركة نفسها، يعني الشركات العقارية، وما في شروط معينة بوزارة التجارة أو العدل تحدد هذا الشيء، لكن أن نرجع فيها للقانون المدني أو نرجع فيها للقانون رقم 35 لعقد الإيجار فقط. جميل جدا. إنزين، بعد الارتفاع الكبير لإيجار العقارات السكنية، في يعني في قوانين أو في شيء يحمي المستأجر من الغلاء المتزايد؟ يعني يقول لك أستاذة حياة، اليوم واحد يأجر شقة على سبيل المثال ب 700 دينار، صح، فجأة بعد سنة جاه المالك وقال له والله أنا زدت الأجار 1000، تبي ما تبي اطلع. إنزين، فشلون ننظم الآلية هذه؟ هو بالأساس هذا الكلام يعني غير صحيح، هو بمجرد ما يروح المستأجر يرفع دعوة قضائية على هذا الأساس، لأن المؤجر ما يحق، يعني ما يحق لأنه يرفع بالإيجار إلا بعد مرور 5 سنوات. حلو. وهذا نص صريح موجود بقانون رقم 35، فهو في حال أن مثلا اتفقوا على زيادة الأجرة أو انخفضت الأجرة، هم بهالحالة يلجؤون حق القضاء إذا ما اتفقوا، لأن الأصل بعقد الإيجار أن الطرفين يكونون متفقين على العقد اللي هم وقعوا بالبداية، حتى لو كان مكتوب سنة أستاذ حياة على سبيل المثال، حتى لو كان سنة مثلا تنتهي السنة بعدين هو مثلا يتفقون بالكلام انهم مثلا اي مثلا بزيد عقد الإيجار، إذا رفض المستأجر أوكي بهالحالة هو يروح يلجأ للقضاء، لأن لازم بعد مرور 5 سنوات أنه يرفع الإيجار. حتى لو مكتوب بالعقد سنة. أي حتى لو مكتوب سنة. بس من حقه هو 5 بالقانون. نعم، لأنه هو عقد الإيجار، إحنا هنا نوضح نقطة، أنه هو مثلاً حتى لو يكون مكتوب بعقد الإيجار سنة، لكن هو مجرد ما المستأجر قاعد يكمل وعايش بالمكان هذا مثلاً أو قاعد يزاول في مهنته أياً كان، هو مجرد وجوده يتجدد العقد تلقائيا، ان مجرد ان بدون تغيير القيمه. اي نعم، مجرد ما هم متفقين على هذا الشيء هو يتجدد تلقائي، الا اذا في حال هو يبي يغير اي طرف من الطرفين بالزياده او النقصان، هني لازم يكون في اتفاق، اذا ما تم الاتفاق نلجا الى القضاء. جميل، حلو حلو، ممتاز. طيب، احيانا نشوف احنا المالك يعني يضيق على المستاجر فيحاول انه يخليه يخلي الشقه، هل المستأجر هني لازم مثلا يرضخ لهذا الموضوع ولا من حقه انه يقعد؟ لان حضرتك مثل ما فهمت اذا ماني غلطان تقولين ممكن يقعد 5 سنين. أيوة. فاحنا خلينا نقول مثلا هو اجر ب 500 دينار لمده سنه، كان بس عقد الايجار، لكن المستأجر يبي يقعد، فخلينا نقول بالسنه الثالثه والله حاول المالك يضيق عليه وانه يطلع من الشقه، ولا انك ترفع مثلا تسويها 700 دينار، شو يسوي بهالحاله؟ يقدر يقعد غصبا عليه المستأجر؟ هو الإخلاء أول شيء إحنا لازم نعرف نقطة، إذا المؤجر يبي يخلي المستأجر من الشقة في شروط معينة حددها حق الإخلاء. مثل شنو؟ مثلاً إنه يكون تخلف عن دفع الأجرة، هني يحق له، يعني مجرد إنه نوصل لتاريخ 20 الشهر وما دفع المستأجر الأجرة. شهر واحد بس؟ إيه نعم، هني يحق له على طول إنه هو يخلي. يعني هذا من الحقوق اللي واضحة أصلاً بهذا القانون للمالك بالضبط. وأيضاً مثلاً إذا استخدمها مثلاً المستأجر، هم كانوا متفقين أن يستخدمونها استخدام معين مثلاً للسكن، وقام هو غير هذا غير هذا الاتفاق الأساسي، يعني في حالات معينة أساساً القانون سمح لهم أن يخلون، يعني للمؤجر أن يخلي بالقوة. أيوة، بقوة القانون. ولكن إذا كان مجرد الإخلاء هذه مشكلته الزيادة، هنا نفس ما قلت لكم توا يلجأ المستأجر إلى القضاء، وهني تحدد بأجرة المثل عندنا بالقانون. يعني يشوفون المباني اللي مثلاً بالمنطقة نفسها حواليه بالضبط، ويشوفون كم تقريباً أسعارها. وأيضاً بوضح نقطة، الزيادة تكون يعني مثلاً إذا الإيجار كان 100 دينار الزيادة حدها ماكسيموم تكون 100 دينار ثانية، يعني يوصل ل 200، مستحيل تكون أكثر. أها. وهذا أيضا محدد بالقانون. يعني إذا كانت 500 هل تصير 1000 مثلا؟ هي تزيد بنسبة يعني تسمح له القانون، لكن هو ممكن يخليها 600-700، لكن القانون يسمح له لأنه يوصل ل 100، يعني 100% مو أكثر، الضعف فقط. أيوة بالضبط، فما يقدر يوصل مثلا 1100-1200، لكن هم هذه سلطة تقديرية للمحكمة. حلو. إنزين، شنو الآلية التقديرية أو آلية تقدير القيمة المالية للعين المستأجرة؟ هذا السؤال نفسه اللي جاوبت عليه. المقارنة بينهم في شو اسمه؟ بأجرة المثل. أوكي. والمساحة أيضا لها دور مثلا، بس بالأول والأخير إحنا نرجع حق أجرة المثل. حلو. يعني المباني اللي نفس مواصفاته كم تكون تقديرها يعني. حلو. بس في ناس تقول لك والله على سبيل المثال أنا بشق يعني مثلا مأجر شقة هني ب 500 دينار، وأنا مأجر شقة هني ب 500 دينار، هني في privileges، في امتيازات قاعد تعطيني إياها العمارة هذه، مو موجودة بالعمارة هذه، هني شنو الحالة؟ هو اختار بالبداية، يعني هو كان من البداية عارف أنه لما أجر بهذا المكان
متى في مزايا افضل من المكان الثاني، لكن ما في يعني ما في نص قانوني او حاله معينه يعني بالقانون يجاوب عليها بالحاله. هو من البدايه رضا، الامتيازات هي الامتيازات دام انه أيوة رضا، هو دام ايوه في رضا بين الطرفين. حلو. طيب عشان تكون الامور واضحه، حضرتك ذكرتي بان المالك ما يقدر يزيد على المؤجر الا فقط بمقدار الضعف اذا كان يبي، لكن مو اكثر. بالضبط. فاذا كان مثلا 300 يصير 600، ما يصير 650 مثلا. بالضبط. هذه واحده. الشغله الثانيه، المده الزمنيه اللي يقدر، كل 5 سنوات فقط، كل 5 سنوات حتى لو كان بالعقد في غير كذي. ايوه، هو اساسا يعني الاصل ان احنا نرجع حق العقد بينهم، لكن في حال انه ما تم الاتفاق، المدة تكون 5 سنوات، يعني ما ينفع أنها تكون أقل. وتلقائيا بعد مرور 5 سنوات يقدر المالك يقول له والله أبي أزيد مثلا، أزيد. وما له حق المستأجر يقول لا. بالضبط. وأيضا مو ما له حق أنه يقول لا إذا كانت الزيادة عادية طبيعية. مثلا أيوة هني، لكن أيضا للمستأجر أنه يخفض من الإيجار بعد مرور متى 5 سنوات، نفس المدة نفس القيد، متى في حال أنه صار أيضا انخفاض بالإيجارات مثلا. أه. ايضا حق المباني اللي يمه، يعني مو شرط دائما زياده، ممكن يطلب انه يقلل. يطلب انه يقلل. بالضبط. صح. تمام. ممتاز. زين، هل يجوز لبعض، خلينا نقول المؤجرين، انه يعني يقومون يدمجون بين الاعمال؟ على سبيل المثال هناك شقه للسكن الخاص في هذا الدور، يقوم يبطل مكتب محاماه على سبيل المثال في الشقه المقابله، او يقوم يبطل مكتب عقاري او استثماري في الشقه المقابله، هل هذه الشغله مسموحه ضمن اطار القانون؟ ما القانون ما حدد ان مثل هذه البنايه اذا صارت مرخصه بالكامل، يعني هذه تطلع التراخيص من البلديه، تطلع من البلديه. اي، فاذا هو المالك مثل مالك العقار نفسه، هو حاب ان البنايه تكون فيها كذي وفيها كذي، شيء راجع له، شيء راجع حق المالك. بالضبط. ايوه. جميل. طيب خلينا نقول المالك طلب من المستاجر انه هو مثلا يخلي السكن، والمالك ما عنده، قصدي المستاجر ما عنده مشكله، هل لكن يقدر يطلب مثلا يقول اوكي انا ممكن اطلع قبل مدة نهاية العقد، لكن أعطني تعويض. أيوة صح. في حالات، في حالات معينة يحق للمستأجر أنه يأخذ تعويض، والتعويض هذا يعني تقريبا يكون بقيمة مثلا 6 أشهر إيجارات. شلون أو شنو هذه الحالات اللي هي 6 أشهر إيجار؟ أيوة. زين. شنو الحالات هذه؟ بس تكون من المؤجر نفسه، يعني مو من المستأجر، من المالك. هو يطلب منه مثلا أن أنا بيك تخلي على سبيل المثال لأن أنا بسكن بهالمكان، أو متى ولدي يبي يشتغل بهالمكان. هني بهالحالة هذه يحق له تعويض، المستأجر إذا بيطلع يحق لنا ياخذ تعويض، يعني بالتراضي ويعوضه. ايضا. بالضبط. ممتاز. جميل. ممتاز. جدا. نصيحه اخيره حابه تقدمينها للي قاعد يتابعونك من خلال برنامج صباح الخير يا كويت استاذه حياه؟ اتمنى من الكل انه يكون عنده يعني ثقافه قانونيه بسيطه بالنسبه حق موضوع الايجارات، ويعرف شنو الحقوق والواجبات قبل لا ياجر. يعني احنا ما نطلب من الكل انه يكون مثقف قانونيا 100%، لكن على الاقل انه يكون عارف شنو حقوقه وواجباته، بحيث انه يعني ما يطيح بهالاغلاط هذه. جميل. عساك على القوه ان شاء الله. كل الشكر لضيفتنا المحاميه حياه المهدي على هذه المعلومات، وان شاء الله دائما تكون هناك علاقه وديه بين المالك والمستاجر من غير وصول الى المحاكم والقضايا. راح نكمل ان شاء الله معاكم برنامج صباح الخير الكويت، احنا وياكم الى الساعه 8:30. خليكم معنا، فاصل ونكمل ان شاء الله وياكم. مشاهدي الكرام، بالبدايه اصبح عليكم بالخير واصبح على الزملاء في الاستديو وكل من شاهدنا على الشاشه الفضائيه الكويتيه. مثل ما احنا عودناك في لقاءاتنا وجولاتنا، احنا اليوم موجودين في مشروع انشاء وانجاز وصيانه طرق وجسور وخدمات اخرى لشارع القاهره، والذي يربط بين عده مناطق. راح يكون ان شاء الله بعد قليل معنا المهندس مشاري النصر الله، مهندس مدني اختصاصي في الهيئه العامه للطرق والنقل البري. راح نتكلم عن هذا المشروع من المشاريع الكبيره ان شاء الله في الهيئه العامه للطرق والنقل البري. راح نجي الان للاستديو لتكمله فقرات برنامج صباح الخير.
دائما يقولون الوقت كالسيف، وهذا حكي ترى صدق يعني. ليش؟ لان تنظيم الوقت واداره الوقت هي يعني احد اهم عوامل النجاح في كل مناحي الحياه. ازدادت اهميه واحتياجنا لهذا التنظيم خصوصا في وقتنا الحالي مع زياده انشغالاتنا، وسبحان الله يعني طبعا كثير من الامور تجري حوالينا. ولا ايش رايك غاده؟ اكيد عبد الرضا، وراح نتطرق اليوم الى جانب مهم في مساله اداره وتنظيم الوقت والمتعلقه باهميه تنظيم الوقت في فتره اجازه نصف العام و دور الأسرة تحديدا بشأن هذا الأمر. راح نتحدث بشكل مفصل بشأن هذا الموضوع مع ضيفتنا الدكتور سعاد الزيد، مستشارة تنمية بشرية وتنظيم الأعمال. يسعد صباحك. صباح الله. صباح النور. هلا مرحبا فيك، وأنا سعيدة أني أكون معكم اليوم. صباح الجميل. حديثنا بيكون أجمل إن شاء الله فيكم. بعد هذا التقرير. قبل بدء العطلة يمكن إعداد خطة مسبقة وتحديد النشاطات التي يمكن ممارستها في العطلة ومشاركة العائلة في التخطيط وطرح الأفكار وتحديد المواعيد الهامة التي ستلتزم فيها العائلة، كمواعيد زيارة الأطباء وغيرها، وترتيب النشاطات بشكل سلس ومتناسق بحيث يمكن ممارستها جميعا بشكل منظم ومرتب، كتخصيص بعض الوقت للرحلات أو التخييم مع العائلة. وينصح بتنظيم وقت النوم كذلك خلال العطلة الصيفية، وذلك بالتأكد من الحصول على عدد ساعات نوم كافية، والتي يفضل أن تكون بمعدل 7 إلى 8 ساعات يومياً. كما ينصح بالاستيقاظ في الوقت نفسه كل يوم وتجنب السهر لساعات متأخرة ليلاً للعب ألعاب الفيديو أو غير ذلك. إذن معنا الدكتورة سعاد الزيد، مستشارة التنمية البشرية وتنظيم الأعمال. حياك الله دكتورة. خلينا نسولف بشكل مبسط، يعني احنا وايد نتكلم عن أهمية إدارة الوقت وأهمية الوقت، بشكل مبسط كذي بواقع عملي، ما هي إدارة تنظيم الوقت وأهميته؟ شوف، إدارة الوقت تنبع من الشخص نفسه. أنت حياتك يومك كلنا عندنا 24 ساعة، لكن 24 ساعة تختلف اللي عندي واللي عندك. شلون أنا أديرها؟ الإدارة هي معناتها أن أخطط وأنظم وأسنع مثل ما يقول بالكويت، وأشوف أنا شنو الأشياء اللي أنا لازم أسويها. اللخبطة هذه نسميها غير إدارة وقت. إدارة الوقت كلنا نحتاجها، مو بس بالعمل، حتى في حياتنا، حتى مع أبنائنا. لما تحدد إن الساعة الفلانية بسوي كذي، معناته أنك إنكش قاعد تسوي، قاعد تحدد الأولويات مالتك في حياتك اليومية. في ناس قد على الله. لا مو كذي، يقولون أصلا ما نقدر ننظم الوقت، الوقت ما يحتاج النظمة، إحنا نقعد نسوي أشياء اللي علينا، الأشياء الروتينية. ترى الروتين هو اللي يقتل إدارة الوقت. طبعاً. إحنا محتاجين شيء نعيش حياتنا، نحدد الأشياء الأولوية اللي تعطيني إنجاز. صحيح. إحنا موجودين على هالأرض عشان الإنجاز. صحيح. إنجازك أنت هو اللي يكون الشخصية. صحيح. هو اللي الكيان الصحيح. أن أستاذ عبد الرضا هو كيانته ذي منتظم، عنده إدارة وقت، عنده إنتاجية، عنده حتى الإنسان يتعلم منك. صحيح. فإحنا لما نكون إحنا أساساً قدوة، عيالنا راح يتعلمون هذا الشيء، وخاصة أن موضوعنا يتكلم بالأسرة وشون إحنا نتعايش. كلام سليم. دكتور سعاد، يعني ما في خلنا نقول قاعدة أساسية يرتكز عليها اللي ضايع أساساً مو عارف شلون يخطط وقته، فما في قاعدة يرتكز عليها الواحد حتى يقسم وقته بالشكل الصحيح؟ خليني أقول لك، هو أساساً انتبه أنه ما عنده إدارة وقت. صحيح. فكثير من البرامج الحين محطوطة شلون أنت تدير وقتك، شلون تحدد أولويات، شنو المهم وشنو الأهم. في بعضهم أول ما يقعد من النوم قاده يشتغل بالأشياء البسيطة. صحيح. يعني أنا بسوي هذا الشيء وهذا البسيط ياخذ منه وقت. صحيح. لازم العقل في فترة أول ما نقعد من النوم وايد يكون قوي وعنده طاقة نستهلكها بالأشياء القوية. صح. وإذا عندنا أهداف ممكن نجزئها بحيث أن تصير مرحلية، مرحلة ومرحلة ومرحلة في فترة الزمنية اللي إحنا حددناها خلال سواء
كان في ال 24 ساعة أو بالأسبوع أو بالشهر يعني. يعني لازم يثقف نفسه بهذه الطريقة. لازم يثقف نفسه ولازم يعرف أنه هو عنده خطأ لازم يتعامل معه. هذا الخطأ أن أنا لما أدير وقتي معناته أني أنا راح ألتزم في دوامي مثلا. صحيح. ألتزم في مواعيدي مع الأشخاص. ألتزم مع نفسي أن أنا عندي أجندة أبي أسويها. صادقة. هذا إحنا يومنا لازم يكون. صحيح. طيب دكتور خلينا ننتقل حق موضوعنا الرئيسي في هذا اليوم اللي هو موضوع تنظيم أو استغلال إجازة بالوقت الأمثل. أبي يعني إحنا فترة الإجازة ما زالت بالنسبة لأبنائنا في المدارس يمكن الجامعة الدامة لكن الأبناء في المدارس ما زالوا موجودين. في بعض الأخطاء يقع فيها أولياء الأمور. شنو مثل هذه الأخطاء وشون نتجنبها بحيث أن نعطي الاستغلال الأمثل لهذه الفترة؟ احنا كلنا نعرف ان احنا بنصير في اجازه واجازه عددها هالكثر احنا وين بنكون طبعا لما اي اخطط مثلا ابي اسافر لازم تكون عندي ميزانيه خاصه بالسفره اذا ما عندي ميزانيه ارتب اليوم اللي انا اليوم السبت بسوي كذي الاحد لان انا الحين مرتبطه بعيالي صحيح. طول الفتره كانوا شنو بدوامهم بمدارسهم هذه الفتره خلي يستمتعون لا اذكرهم بالمدارس خلي نذكرهم مثل بالكويت نشوف ما شاء الله عندنا واجهات كثيرة حلوة بالكويت خلنا نطلع البار يومية. البار نفس الشيء أو إن مثل نسافر إذا إمكان عندنا إمكانيات هذه تحديد حددنا قبل الإجازة مو أقعد من النوم وأقولهم ترى بنسافر هذا ما يصير وايد أشياء قاعد تصير عندنا يلا طالعوا تلفزيون ولعبوا شوي جيمز يلا قعدوا يلا خلص يضيعون حتى أوقات عيالهم في هالمجاب هالتلفزيون والتلفزيون زين لأننا الحين بتلفزيون لا ما علي بس أكوش على أبونا أنا ما بي يعني أنت أستغل معاك الوقت فأخليه عند التلفزيون أو عند الجيمز فهو استهلك وقت صحيح إحنا مفروض مستهلكينه بشيء ثاني مفيد أكثر يعني هذا اللي أقصد يعني فيه. دكتور يعني الحين إجازة وخربطة النوم يعني يسهرون طول الليل وينامون النهار ويصير هناك يعني ما في تلاقي بين أولياء الأمور وعيالهم بهذه الفترة للأسف بعض الأمهات مستانسين أن عيالهم نايمين لا للأسف تطمن أنهم نايمين مفروض أن في قاعدة لأن قاعدوا من الساعة 7 قاعدوا من الساعة 8 يتريقون نسوي لهم نشاط حتى ترى نشاط مثل الغاز داخل البيت نسوي تشجيعهم اقول الشغله دكتوره لحظه يعني يمكن هي الاجازه للابناء في المدارس لكن الامهات والابهات تلقين بعضهم يداومون فبالتالي يقولش بالعكس خليه يسهر عشان انا على ما ارد من دوامتهم قاعدين فماكو قاعده 7 و8 وريوق وهم يبونهم ينامون للظهر فشلون يعني هذا شيء مو صحيح لا طبعا إيه تقول خلوهم نايمين عشان احنا راح ندوم بنرجع بس لا خلوه عنده طاقه خليه يروح اكو اماكن ثانيه المركز العلمي خرت به مو شرط معاي يمكن مع اختي مع احد ثاني او مع اكو نوادي الحين خاصه بهالشيء يعني فتشوفون بالانستغرام ان الفلان مسوي رحله حق الاطفال خلينا نشاركهم كذي يعني كثره النوم هم بعد مو حلوه صحيح. لما انا اي انا اكون تعبانه وهم شنو تو قاعدين فهني الاختلاف ان انا بروح انام وهم قاعدين لا خلي نشاطنا حتى ممكن ان انا اخذ اجازه في فتره اجازتهم ممكن. وهني الاستمتاع اكثر راح يكون سواء كان الاب او الام او اثنينهم مع بعض هذه الفترة صدقيني خاصة الأيام فترة الشتاء الحين وايد جميل جدا المطار البراد الجو احنا نقول الله نبي نتمنى ان جونا بارد الحين احنا في يلا استمتع بالحديقه مو الا بالبر يعني بيام إيه. حط لك فحم وحط لك دواء وحط لك هذا واستانسوا وهذه هي لكن انت لازم هذا الوقت لازم تعرف شنو بتسوي صح وين شو الأولويات نعلم أبنائنا إن حياتنا مو بس أقعد من النوم وأشوف شنو عندي لا أنت عندك شيء الله سبحانه أعطاك المخ وأعطاك القدرات وأعطاك التوجيه يلا اشتغل عليهم بالضبط طيب ذكرتي حضرتك التلفزيون والأجهزة واحد أو خلينا نقول للأبناء يقولون هذه فرصتهم يعني هم تعبوا من الدراسة وبيريحون فبيطالعون التلفزيون على كيفهم بيلعبون أجهزة على كيفهم هل أيضا مطلوب منا إحنا أولياء أمور مثلا بأن خلال فترة الإجازة ننظم هذه الفترات ونحدد استخدامهم للأجهزة ولا خلهم على راحتهم؟ لا والله إذا خليناهم هم أصلاً إذا ما في رقابة راح يستمر طول اليوم هذا الجيمز لأن هذا يسحبهم طبعاً. بدال ما يلعب ساعة تلاقي دخل مرحلة ومرحلتين ويشتغل عليه ظل يمكن 4 ساعات مجابل هذا خطأ لأن شنو؟ أول شيء هذه العملية راح تتعب أعصاب العين أعصاب المخ هو راح يصير عنده إجهاد على فكرة توتر وإجهاد وتوتر احنا محتاجين هذه الطاقة ما عليه احنا بنعطيه الجهاز لكن نحدد الوقت حتى فترة الإجازة حتى بإجازة
انت لك هالكثر وهالكثر وارتاح ونرجع مثل الفتره المسائيه ناخذ اللعبه نلعب نكملها. لكن انا بخليه انا اساس ان انا طالعه بالدوام ومخليه الاجهزه طول اليوم تعب على الياهل تعب لان انت ام لازم تحسين بهالشيء راح يكابر على نفسه عشان يوصل مراحل وتوتر بزياده في تنافس على فكره بينه وبين الاخرين فلان قاعد يلعب معاي او ان حتى شخص من برا الكويت يصير صحيح. فهذا التنافس تخلق منه انه يكون عنده جهاد ويبي يستمر وعدم نضج الابناء ما يعطيهم الاحساس بالمسؤوليه يعني طبعا. طيب يعني شنو تحبين توضحي للساده المشاهدين اولياء الامور او تعطي لهم نصايح تفيدهم في التعامل مع ابنائهم في هذه الفتره؟ أنا أقول لما أنت في فترة إجازة الأطفال كون معاهم في كيانك كلك مشاعرك في إحساسك عيش معاهم في مرحلتهم لا يكون بيني وبينهم فجوة صح. لا أدخل معاهم كان سينما كان لعبة خلنا نتحرك مع عيالنا نعيشهم معاهم حياته صدقيني الياهل راح يشعر في أن أمه ولا أبوه معاه صح. هذا الكيان يعني فترة الدراسة ترى نصير غير إحنا أشخاصنا لكن فترة اللعب والوناسة خلنا نعيش اللحظة معاهم صح يشوفوا الوجه الآخر إيه بس وهذا هم يخلي يشوف أمه شلون صايرة الأب شلون حتى ممكن يعني ننام مع بعض نركض مع بعض نتسبح مع بعض عندنا حمام سباحة خلنا نعيش اللحظة عيالنا يعني محتاجيننا في الفترة صحيح يمكن البعض يشوفها مجرد نظريات أو كلام ما يطبق بس لما يطبق راح يعيشون الواقع الصحيح طبعا. يعني حبيت بكيانك أنزل معاهم صدقيني حتى مسكة الأب للولد أو البنت تمام يمسك إيدينها هذا الإحساس راح يعني يتشرب يدخل داخل المشاعر معناته أن أكو حب هذا الحب يخليني أنا أسعى أني أكون متميزة صحيح. أمي وأبوي أعطوني الأكثر يعني المساحة صح. هذا الكيان اللي بني صح كلامك حلو يمكن شغلة أخيرة قبل أن نختم وزارة التربية هالسنة صار في يعني نقول الإجازات إجازة طلبة الجامعة والتطبيقي تختلف عن إجازة صح. المدارس صح. زين أولياء الأمور عندهم عيال في كل المراحل هني شلون ينظمون الوقت لأن في طلبة مثلا بيدامون جامعة فبالتالي بينامون مبكر في عيال مدارس مثلا إجازة قلت يمكن الأم والأبو ياخذون إجازة شلون يحاولون يوفقون بين كل رغبات هالأبناء المشكلة من غير ما يكون على حسابهم صح. هذا الحين أعتقد صار في تصريح إنه يعدلون إجازة السنة الجاية. قالوا من السنة القادمة إن شاء الله وزارة التربية جادة راح توحد الإجازة. راح ينظم فيه الأبناء اللي داوموا وهذه الإجازات حتى الأبو إنه يا ينظم يا الأبو ياخذ إجازة يكون مع المجموعة الأولى والمجموعة الثانية بعدين لا تنسى عندنا الويكند كلنا بالويك الخميس واليوم أو السبت راح حلوين. صحيح. هني ممكن نستقل ونعوضها يعني إذا أنا ما قدرت أطلع معاك الحين عندنا الويكند ثلاث أيام حلوين يعني. صح. لما تنظم الوقت ال 24 اللي قلت أنا بالبداية تختلف 24 ماتي و 24 ثانية حسب القدرات والتوجيه والمتابعة كلامك جميل الله كلام بارك جميل. شكراً لك لوجودك معنا دكتور سعادة زيد دائماً تيين وتثرين بطاقة إيجابية جميلة ومعلومات أجمل لنا وللسادة المشاهدين شكراً لوجودك الله يسلم يا حياك الله وين بتودينا عبد الرضا؟ والله بعد ما طبعاً شرفنا بوجود دكتورة سعادة زيد مستشارة تنمية البشرية وتنظيم الأعمال يا غادة راح نروح مرة ثانية حق زميلنا نجيب القحطاني راح هناك طبعاً يتابع مشروع إنشاء وإنجاز طريق القاهرة نقول له صباح الورد يا نجيب ويا ترى شن هي مستجدات الموضوع شكرا عبد الرضا اصب عليك بالخير واصب على قاده وعلى هاشم وعلى كل جميع المشاهدين اللي تابعونا في برنامج صباح الخير احنا موجودين في مشروع انشاء وانجاز وصيانه الطرق والجسور وخدمات اخرى لشارع القاهره والذي يربط بعده مناطق راح نتكلم اكثر واكثر عن هذا الموضوع معنا المهندس بشاري النصر الله مهندس مدني اختصاصي بالهيئه العامه للطرق والنقل البري مهندس صبحك الله بخير ويعطيك العافيه واحنا دائما مع المهندسين الكويتيين الله يعطيهم العافيه اللي دائما موجودين في جميع المشاريع نقول يعطيك العافيه صبحك الله بخير صبحك الله بالنور والله يعطيكم العافيه احنا تحت امركم مهندس احنا دائما ودنا نتكلم عن هذا المشروع الحديث عن هذا المشروع مشروع ما شاء الله من المشاريع الكبيره يربط بين عده مناطق حتى ودنا نتكلم ونشرح على اللوحه اللي موجوده حاضرين ان شاء الله ايه احنا المشروع هاطا العقد هاطا 200 تطوير شارع القاهره حاليا بنشرح البور نشرح البور دحين خلينا نتكلم عن حاليا موجودين بالمنطقه هذه الاعمال حفر النفق رقم 2
والمشروع عبارة عن ثلاث انفاق يبدي تطوير شارع القاهرة من دوار عبد الله السالم اللي جاي من السالمية يروح لدائر الأول ويطوف على حولي والشعب والدعية والمنصورية والدسمة. عندنا خمس جسور، وواحدة من الجسور هذا الالتفاف العلوي اللي ياخذك من السالمية للأحمدي، والنفق الأول اللي هو تحت شارع الاستقلال، والنفق الثاني اللي هو أطول نفق تحت دائر الثالث، والنفق الثالث عند دائر الثاني. نعم مهندس بما احنا موجودين في هذا المشروع، احنا الحين موجودين عندنا نفق، الحين كاميرتنا قاعد تاخذ هذا النفق، خلينا نتكلم عن هذا النفق كذلك. من اي ناحيه؟ من الاعمال، من ناحيه المشروع نتكلم عن هذا النفق، خلينا نشوف هذا النفق اللي احنا موجودين فيه، طوله، عرض هذا النفق، امتداده. هو طبعا هو ثاني اطول نفق، تقريبا عرضه هو ثلاث حارات رايح وراد، فتقدر تقول تقريبا 20 متر العرض، والطول اجمالي الطول الثلاثة كيلوين و300 متر تقريبا. ممتاز مهندس، ممتاز مهندس. هذا المشروع يربط بين عدة مناطق ما شاء الله موجودة، خاصة يعني احنا الان على خلفنا الشعب، امامنا حولي، القادسية، الدعية، ما شاء الله يربط مع عدة مناطق. هو على اساس يربط المحافظتين الحولي والعاصمة طبعا، فعندك مثل ما قلت السالمية والشعب وحولي والدعية والقادسية والدسمة والمنصورية. فالهدف الأساسي من المشروع أنه يصير طريق حر من السالمية للدائر الأول اللي يربطك بالعاصمة، ما في ولا إشارة. نعم. تحت لو نتكلم عن، شوف عندكم هنا بالصورة مهندس النفق رقم واحد جسر الالتفاف العلوي، خلينا نتكلم عن يعني الجسر راح يكون عقب ما يخلص راح يكون بهذه الصورة. اي نعم. هو ده شفت هذا النفق الأول وفوقه طبعا هذا الجسر، أول جسر. نعم. اللي من شارع بيروت للاستقلال تحت هنا، وهذا الالتفافي، والجسر الالتفاف العلوي هنا مبين عندك اللي هو هذا هنا يوديك من السالمية للأحمدي، والنفق الثاني. نعم. وهم بعد فوقه الجسر اللي يوديك من الثالث من منطقة القادسية للدعية اللي هو الصورة هاي اللي فوق. اي اي نعم. والنفق الثالث اللي يوديك طبعا من المنصورية للدسمة يربط بين المنطقتين. لو نتكلم مهندس عن نسبة الإنجاز في هذا المشروع، مثلا نشوف ايش كثر نسبة الإنجاز المشروع، ما شاء الله المشاريع الكبيرة نسبة الإنجاز. حاليا هو المشروع بدأ بشهر 1/2019، مدة المشروع 3 سنوات، وحاليا 10.6% تقريبا، 11%. ما شاء الله. لو نتكلم عن تعامل المواطنين يعني في هذا المشروع اللي عنده ارتداد على هذا المشروع، شلون طريقة تعامل المواطنين؟ هو الصراحة ما قصروا، ونحب نشكرهم وعلى تعاونهم طبعا على إزالات الحدائق ومن هالناحية، ونشكر طبعا الجهات بعد الحكوميه اللي تعاونت ويانا. ويعطيكم العافيه. احنا نقول الله يعطيك العافيه مهندس، عساك على القوه. المهندس مشاري النصر الله، مهندس مدني اختصاصي بالهيئه العامه للطرق والنقل البري، احنا راح نكون معاك ان شاء الله اولا باول، احنا اليوم اول مره راح نكون معاك في هذا المشروع، لكن احنا بين فتره فتره راح نمر عليكم وراح نتابع هذا المشروع، حنشوف شو الانجازات اللي راح ان شاء الله تكون في هذا المشروع. يعطيك العافيه مهندس مشاري، ونشكر كذلك الهيئه العامه للطرق والنقل البري على وجود اسره برنامج صباح الخير في هذه المشاريع اللي دائما تخدم المواطن والمقيم. نرجع لزملائنا في الاستديو لتكمله فقرات برنامج صباح الخير، لكم الهواء، تفضلوا.
يحياكم الله من جديد مشاهدينا. يعد العمل التطوعي بصفة عامة من أجمل السمات الإنسانية اللي تحمل العديد من المعاني الإنسانية النبيلة واللي يسودها روح العطاء بلا مقابل. يا هاشم. أكيد يا غادة. وتعد جمعية ملتقى الكويت إحدى الجمعيات الخيرية الرائدة اللي تسعى إلى دعم العمل الإنساني التطوعي من خلال المساعدات الإنسانية اللي تقدمها. وللحديث عن أهم إنجازات جمعية ملتقى الكويت التطوعية، يسعدنا أن يكون معنا اليوم الأستاذ جمال عبد الرحمن النامي، أمين سر مجلس إدارة جمعية ملتقى الكويت. حياك الله معنا، منورنا ومشرفنا. الله يحييكم وبارك فيكم. يا هلا مرحبا في كويت الخير، كويت الإنسانية، مركز العمل الإنساني، وحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله قائد العمل الإنساني والشعب الكويتي المطاع. اكيد راح نتكلم اكثر واكثر، راح نكمل لقائنا هذا، لكن بعد هذا التقرير خليكم معنا. جبلت دولة الكويت على حب العمل الخيري من منطلق قيمي إسلامي، حيث بدأ العمل الخيري فيها في إطار ممارسات فردية تطورت مع الوقت إلى أن أصبحت مؤسساتها الخيرية تعمل في جميع أنحاء العالم من أجل المستضعفين والمنكوبين واليتامى. جمعية ملتقى الكويت منصة تقدم خدمات للمجتمع محليا ودوليا، وتعد نموذجا يفتخر به في تجربة الكويت الخيرية. هذه الجمعية تطرح أفكارا رائدة في العمل التطوعي والخيري، وتعمل على تشجيع وتطوير أداء العاملين والمتطوعين في مجال العمل الخيري. حياكم الله من جديد في صباح الخير الكويت، وحياك الله معانا استاذ جمال، شرفتنا في صباح الخير الكويت. الله يبارك فيكم ان شاء الله، والحمد لله الحقيقه من نعمتنا نعمه كبيره على دولتنا الكويت، وهذا العمل الخيري اللي قاعد الحقيقه يكون بعد الله سبحانه وتعالى يعني احد اسباب وقايه من يعني مصارع السوء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ونشكركم الحقيقه على هذا اللقاء، ونشكر وزاره الاعلام على هذا الاهتمام في العمل الخيري والعمل التطوعي بشكل عام. ساعه مباركه ونتشرف بوجودك معنا. العمل التطوعي سمة جبلنا عليها من أبائنا وأجدادنا في المجتمع الكويتي تحديدا على مستوى ونطاق كبير جدا، سواء كان هذا العمل التطوعي داخل الكويت أو خارج الكويت. فلو بنقيم هذا العمل التطوعي، تقييم ثقافة العمل التطوعي من وجهة نظرك. نعم، نحن يعني في جمعية ملتقى الكويت باعتبار المتخصصين فيما يتعلق في التطوير والتشجيع، نظرتنا لهذا المجال، مجال التطوع، باعتبارنا ثقافة طبيعية مجدرة هذا الشعب المعطاء من يعني منذ الأزل، وبالتالي يعني تطور الطبيعي من بعد يعني النفط، وبالتالي انتقل العمل التطوعي كفرد إلى المؤسسية. صحيح. وبعد ذلك إلى كيانات مؤسسية سواء على مستوى الجمعيات أو الهيئات الخيرية على مستوى الكويت، بالإضافة لجمعيات النفع العام بشكل عام اللي هي الجمعيات الأهلية. صحيح. جميل جدا. زين، من وجهة نظرك أستاذ جمال، من وجهة نظرك الشخصية، شلون يمكننا أن نتطور في عملية التطوع والعمل الخيري الإنساني اللي يبدأ في تطوير الأفراد في جانب التطوع؟ نعم، إحنا بطبيعة الحال إحنا كنا متطوعين، دشينا فيها هذه المؤسسات. الحقيقة العمل الخيري يجذب ويخلي الواحد يعني بطبيعة سجية الواحد المعطاء أنه هو ينهرط في هذا العمل. إحنا الحين يعني على مستوى المتطوعين، إذا كنا على مستوى الأفراد أو الكيانات التطوعية نعمل من خلال هذا العمل الخيري الكويتي، نحاول قدر المستطاع أن يعني نقدم ما نستطيع لتقديم الصورة المشرقة لدولة الكويت، خاصة في مجال العمل الإنساني اللي الحقيقة شرفنا في أحد يعني نكون أحد يعني العاملين في هذا العمل الكويتي الخيري الكويتي الإنساني. جميل. يعني الكويت مركز عمل إنساني، وقائدنا قائد العمل الإنساني، ربي حفظه ويطول له بعمره، وكان لك لقاء جدا مميز أغبطك عليه مع حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه. كيف وجدت هذا اللقاء؟ كيف شد على إيدينك وحرص عليك بأمور معينة كان لابد لك أنها تأخذها بعين الاعتبار بشكل كبير؟ الحقيقة كان لقاء أبوي في حضرة صاحب السمو، الحقيقة
لمسنا الحقيقة بهذا اللقاء حب وشغفه بالعمل الخيري، وكنا الحقيقة مجموعة، ومجموعة اللي هم اللي تم تكريمهم من جائزة وشاح الكويت للعمل الإنساني اللي تقدمها جمعية المنتقى الكويت. وهذا اللقاء لما التقينا في سموه كل واحد فينا كان له كلام، يعني كلام بشكل مباشر له، وكل واحد فينا أعطاه يعني نصائح، عبارة عن نصائح توجه للشعب الكويتي المعطاء. وكان من كلماته السامية لحضرة صاحب السمو تموا على هذا العمل. هذا العمل الله سبحانه وتعالى يرضاه، ومن ثم نحن، ومن ثم الشعب الكويتي. العمل هذا استمروا عليه، ونحن نتشرف، يعني حضرة صاحب السمو يبين يقول تشرف في هذا العمل الخيري، وبالتالي كل الشعب الكويتي والكويت ما فيها يتشرفون في هذا اللقاء، في هذا العمل. حضرة صاحب السمو لقاءه ووصاياه لما وجهها لنا أعطانا مسؤولية أكبر على مستوى جمعية منتقى الكويت، كيف نستطيع أن نحاول أن نرتقي، ونحاول أن نعطي ونشجع العمل الكويتي الخيري الإنساني. جميل جدا، وأروع من الروعة وأكثر من رائع. نزلوا تعطينا فكرة عن جمعية ملتقى الكويت الخيري، رؤيتها، الفيجن، المشن، أهم وأبرز المراحل اللي مرت فيها، ايش راح تقول لنا؟ نعم، جمعية ملتقى الكويت هي صار لها 8 سنوات من حيث الفكرة، وثم بعد ذلك في أشرت في 2015، والحقيقة مجموعة من العاملين في العمل الخيري على مستوى كل الجمعيات والهيئات الخيرية الكويتية تنادوا كيف نستطيع أن نكون إيجابيين، وبالتالي نحاول قد نستطيع أن نساهم في تطوير تشجيع العمل الخيري. وأشرنا كجمعية أهلية، لسنا جمعية خيرية إنما جمعية أهلية لدعم. معنية في دعم العمل الإنساني وإسناده، خاصة في مجال المتخصص اللي هو مجال الإدارة، وتفردت فيه الجمعية على مستوى الشرق الأوسط كيف نستطيع من خلال يعني هذا الإدارة، ونحاول أن نطور العاملين في العمل الإنساني. وحقيقة سعينا وما زلنا لحد الحين نحاول من خلال هذه الجمعية، جمعية منتقى الكويت، أن نشارك الآخرين خاصة على مستوى المؤسسات الحكومية ممثلة في وزارة الخارجية ووزارة الشؤون، إضافة للمؤسسات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص، وأيضا الفرق الطوعية والجمعيات الأهلية والجمعيات الخيرية. نحاول جنبنا لجنبنا نساهم في ما يتعلق في هذا الجانب المهم اللي الحقيقة يعني أعطانا مسؤولية أكبر، أن احنا نحاول قدر المستطاع أن احنا نغطي هذا الجانب قدر المستطاع. كلكم خير وبركة. أي والله، ورب يقويكم يا رب العالمين. إذا بنتكلم عن إنجازات الجمعية، هذه الجمعية الداعمة للعمل الخيري بشكل كبير، شنو هي إنجازاتها وشنو اللي تسعون إلى تحقيقه في المستقبل القريب؟ نعم، ما يتعلق في الإنجازات الحقيقة الحمد لله يعني متعددة على مستوى المحلي، وأيضا جزء منها خارجي. وركزنا على مستوى الجانب المحلي، بداية بدينا في نفسنا إحنا كجمعية الملتقى، وحرصنا أن تكون جمعية مؤسسية متكاملة. خذينا تقريبا 2 عامين كاملين محاولة أن يكون الجانب هذا يعني متأسس أساس على أساس صح. ثم انتقلنا إلى يعني مجموعة من المشاريع الاستراتيجية، 40 مشروع، ونحاول قد المستطاع من هذه المشاريع أن نحاول قد المستطاع أن نحاول أن نحقق يعني أهداف الجمعية. فيما يتعلق في إنجازاتنا الحقيقة صار في عندنا مجموعة إصدارات، بالإضافة لمجلة متخصصة في مجال العمل الخيري أو دعم الإسناد وإسناد الخيري، إضافة لما يتعلق في الورش وتقديم الاستشارات وبعض البحوث. وكان لنا حقيقة مبادرات على مستوى الحكومي قدمناها لوزارة الشؤون وزارة الخارجية، وكان في أيضا بعض المشاريع منها أيضا جوائز، منها جائزة وشاح الكويت للعمل الإنساني. وأيضا كان لنا أيضا مشاريع ومبادرات فيما يتعلق في حوكمة العمل الإنساني. أما ما يتعلق في 2020 خاصة إحنا نتحدث في هذا العام، بالنسبة لنا يعني على الربع الأخير من استراتيجية الجمعية، الآن راح نركز على مجال حوكمة العمل الإنساني كمشروع. أيضا عندنا في موضوع توطين العمل الإنساني، هذا مهم جدا خاصة فيما يتعلق في الشباب. وأيضا مستمرين في جائزة وشاح الكويت، أيضا عندنا بعض الإصدارات، والحقيقة مستمرين في هذا العمل، نأمل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا خاصة في مجال يعني مهم جدا فيما يتعلق يا رب إن شاء الله في تشجيع العمل الخيري. إن شاء الله موفقين دائما. هل هناك من داعم لكم كجمعية؟ والله احنا قد المستطاع قاعد نحاول كثر ما تقدر. احنا يعني احنا كمؤسسين اكثر من 78 مؤسس قاعدين نحاول، مساهماتنا التطوعيه غالبا وجهودنا التطوعيه، اضافه لدعم قاعد نحصل من بعض المؤسسات الحكوميه والاهليه. والحقيقه الكل قاعد يحاول قد المستطاع انه هو يعطي، خاصه ان احنا جمعيه فكريه ولسنا جمعيه يعني نقدم عمل خيري، وبالتالي قد المستطاع قاعد نحاول
يعني نقوم بعملنا بجانب التطوعي. أكيد، واللي حاب إنه يقدم زيادة وزيادة من واقع حبنا وشغفنا كشعب كويتي في الانضمام إلى أي نوع من أنواع العمل التطوعي، إذا كنا حابين ننضم إلى جمعيتكم، نعم، طريقة الانضمام، وين نجيكم، الآلية عشان الشخص يصير عضو معاكم في هذه الجمعية الرائعة. نعم، طبعا إحنا عندنا مجالين فيما يتعلق في مساهمتنا ودعمنا للعمل الإنساني، مجال فيما يتعلق في الكيانات المؤسسية سواء الحكومة الوزارات إذا كان حتى القطاع الخاص وأيضا الجمعيات الأهلية والخيرية بالإضافة للفرق التطوعية، نقدم لهم الحقيقة خدماتنا كخدمات إسناد واستشارات وبحوث وغيرها. الحقيقة يعني بإمكانهم يراسلوننا بشكل مباشر على info@ملتقى.net وهذا الإيميل ممكن يراسلوننا فيه، إضافة لرقم التلفون اللي هو 677-536-666 هذا رقم التلفون ممكن يتواصلوننا فيه. أما ما يتعلق في الفرق التطوعية وايضا على مستوى الافراد بامكانهم ايضا يتطوعون معنا، واحنا الحقيقة مفتوح هذا المجال ونتمنى ان يشاركونا. صحيح. وايضا بامكانهم يتابعون اللي هو ملتقى.net وهو عباره عن الموقع الالكتروني من خلاله ايضا في نافذه للتطوع، وايضا تواصلهم معنا كان في مقر جمعيتنا في منطقه حولي واحنا مستمرين في هذه الخدمه. قواكم الله. نعم. جواكم الله ويعطيك الصحة والعافية أستاذ جمال، شرفتنا في صباح الخير يا كويت. مشكورين، يعطيكم العافية أنتوا، وحتى نحن بإذن الله نسعى دائما أن نحقق شعارنا في جمعية ملتقى الكويت، بكم ومنكم نشجع ونطور العمل الكويتي الإنساني. حياك الله والساعة المباركة. شكرا لضيفنا أستاذ جمال عبد الرحمن النامي، أمين سر مجلس إدارة جمعية ملتقى الكويت. بنروح معاكم إلى فقرة طبية مميزة من فقرات صباح الخير الكويت، تتكلم عن أهمية التوعية الصحية بأمراض القلب تحديدا لدى الأطفال، أكيد مع الدكتور جعفر دشتي. خلونا نشوف معاكم. السلام عليكم وصباح بالخير على سادة المشاهدين، وأتمنى لهم يوم مشرق وسعيد، وعنوانه العقل السليم بالجسم السليم والوقاية خير من العلاج. تقوم وزارة التربية ووزارة الصحة مشكورتين مع بداية كل عام دراسي بتوجيه الطلاب إلى مراكز الصحة المدرسية، وذلك ليتم فحصهم من قبل الأطباء الأطفال وأطباء التخصص العام، وذلك للتأكد من خلوهم من الأمراض التي إن تم التدقيق منها في مراحل مبكرة يمكن علاجها بشكل أفضل. دراسة انزلت في الكنديان جورنال أوف ميديسن اللي هي المجلة الكندية لأطباء القلب، بينت أن إذا كان الطبيب ما يبذل مجهود أو وقت كافي لتطمين الأهل شنو هو يقصد بالصوت أو الأصوات الزايدة في القلب، فإن زيادة عن 87-90% منهم تنتابهم حالات من القلق والهستيريا، وهذا ينعكس على العائلة بكاملها لغاية ما يتم عرضها على طبيب القلب المحفظ المختص. ولذلك أنصح زملائي الأطباء بناء على هذه الدراسات أن يأخذون وقتهم أن يشرحون للأهل شنو اللي يعنونه بالصوت أو الأصوات الزايدة في القلب. بالبداية عشان نعرف شنو نقصد بالأصوات الزايدة في القلب نستمر حق الكليب هذا اللي يبين الأصوات الطبيعية في القلب. مثل ما سمعنا حق الكليب الصوت مع كل نبضة قلب في هناك صوتين، صوت الأول ينتج عن إغلاق الصمامات الداخلية، الصوت الثاني ينتج عن إغلاق الصمامات الخارجية. أما اللي نقصده بالأصوات الزايدة أو الغير الطبيعية مثل ما راح نسمعه في الكليب التالي، هذه الونة أو اللغط اللي سمعناه بين الصوت الأول والثاني هذا اللي احنا نعني فيه الصوت الزايد أو اللغط في القلب. إذا كان الطفل
يخلو من الأعراض التي تدل على مشاكل في القلب مثل مشاكل في النمو الجسمي أو العقلي أو زيادة الوزن أو التعب أثناء الحركة والنشاط مثل التعرق الزائد أو تغيير في لون الشفات أو اللسان من اللون الطبيعي إلى اللون الأزرق، في خلو هذه الأعراض والساينز أثناء الفحص الطبي، دراسة نزلت في البيدياتريكس ريفيو وهي المجلة الرئيسية لهيئة أكاديمية طب الأطفال الأمريكية، بينت أن الأصوات اللي حق الأطفال الطبيعيين اللي يخلون من الأعراض اللي تكلمنا عنها معظمها أصوات بريئة، أقل من 1% من هذه الأصوات تعتبر ما نسميه إحنا أصوات مرضية. إذا كانت الصوت ينتج عن أصوات عضوية في القلب فمعظم الأحيان تنتج عن وجود ثقوب. ماذا نعني بالثقوب؟ القلب بشكل عام يتكون من 4 غرف، أذينين الغرفتين العلويتين، بطينين الغرفتين السفليتين. بين الغرف البطينية أكو الجدار البطيني، وأي ثقب في الجدار البطيني يسمى ثقب بطيني، أو كما هو الحال بين الغرفتين العلويتين أي ثقب في الجدار الأذيني نسميه ثقب أذيني. إذا حس طبيب قلب الأطفال بوجود ثقب في قلب الطفل بطريق السماعة والفحص السريري وأخذ العلامات الحيوية، فحينها ربما يلجأ إلى إجراء بعض الفحوصات، ومن أهم هذه الفحوصات طبعا اللي هو السونار قلب الأطفال أو الإيكوكارديوغرام. السونار هذا إحنا نعمله طبعا والطفل يكون واعي ما يكون تحت التخدير، نحاول إن إحنا بس نشغله على أساس إن نتحكم فيه ونحاول إن إحنا نكسبه لجانبنا. وطبعا أثناء إجراء السونار نشوف تركيب القلب، غرف القلب والجدار بين الغرف الأذينية أو الغرف البطينية، إذا كان في ثقب حجم الثقب وتأثيره على القلب، سماكة عضلة القلب، وظيفة القلب وحجم القلب بشكل عام. وهذه أمور كلها الحين ممكن معالجتها مو عن طريق عمليات القلب المفتوح، لا، ممكن معالجتها عن طريق القسطرة التداخلية وهي إجراء قسطرة عن طريق الرجل أو عن طريق الرقبة، نشوف الثقب نحدد مساحته وحجمه، الطفل يكون طبعا تحت التخدير العام لكن ما يكون في قص صدر، ما يكون في تهرعي مركزة، ما يكون في قعدة طويلة في المستشفى. الطفل اليوم يدش المستشفى ثاني يوم وهو بالبيت سالم معافى، وفي النهاية أتمنى السلامة للجميع. بكذي يا غادة نقول وصلنا معاهم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صباح الخير يا كويت. نتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع جميلة ورائعة يا رب العالمين إن شاء الله، ويكند سعيد نتمنى لكم إياه من أسرة صباح الخير يا كويت، أكيد بالبيت العامر كويت سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر، كنا وبنكون دايم. سلام.